مساء الخير ومساء الفرح ومساء السعادة على كل مشاهدينا. حلقة جديدة من برنامجكم ربنا موجود. ربنا خلق الإنسان بطبيعته إنسان اجتماعي، ما يعرفش يعيش لوحده، لا في بيته ولا في شغله ولا حتى في خدمته. لكن أحياناً الإنسان نفسه تلاقيه بيخدم أكتر من خدمة، تلاقيه بيشتغل أكتر من عمل، فتلاقيه في وقت كتير هو مش مركز، هو مش حاسس إن هو قادر يركز في كل الحاجات دي بنفس الدرجة، هو إنسان مشتت. طيب خلينا في حلقتنا النهاردة نعرف يعني إيه تشتيت، مفهوم التشتيت إيه، مين الإنسان اللي نقدر نقول عليه الإنسان ده مشتت، الإنسان ده مش مركز في حياته. طب تأثير التشتيت إيه على حياته الروحية وحياته المجتمعية كمان؟ هل نتيجة عدم التركيز بيحصل تفكك؟ تفكك مجتمعي، تفكك أسري، تفكك في العلاقات الأسرية، في الأخوات. يمكن زمان كان الطبيعي إن في زيارات بين الأخوات، في يوم عائلي، يوم معين لازم العيلة كلها تتجمع، الأخوات كلها تتجمع، زيارات ومناسبات حلوة كتير بنقضيها مع بعض. لكن دلوقتي لو في حد بيعمل كده، إيه ده بجد؟ الله، برافو عليكم، برافو إنكم قادرين تعملوا كل ده دلوقتي، بالرغم من المسؤوليات، بالرغم من تربية الولاد، بالرغم من ومن ومن، لكن أصبح إن الشيء الطبيعي غير طبيعي. يا ترى إيه السبب؟ هل الترابط زمان كان أكتر بكتير من دلوقتي؟ طب عدم الترابط سببه إيه؟ إيه الأسباب اللي ممكن تخلي مفيش ترابط بيننا؟ هل المقارنة والطموح الزيادة ودايماً أقارن نفسي بغيري والحاجات دي ممكن تكون سبب من أسباب التشتيت؟ هل الميديا، الإعلام، والإعلام كلنا عارفين طبعاً إن هو السلطة الرابعة، وبنقول عليه السلطة الرابعة ليه؟ لأن ليه تأثير قوي جداً جداً على عقول الناس وعلى سلوكياتهم كمان. هل الإعلام ممكن يكون سبب من أسباب عدم التركيز والتشتيت؟ محتاجين في حلقتنا النهاردة الحقيقة نتكلم في الموضوع المهم ده قوي. سؤال حلقتنا النهاردة، يعني إيه تشتيت؟ وأشكال وألوان التشتيت إيه من وجهة نظر حضرتك؟ وليه التفكك المجتمعي والتفكك الأسري أصبح دلوقتي زيادة عن قبل كده؟ ليه ما فيش ترابط أسري دلوقتي زي زمان مثلا؟ فشاركونا بآرائكم وبتليفوناتكم، ومن خلال تليفونات البرنامج تقدروا تتصلوا بينا خلال الحلقة، وكمان تقدروا تتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك. معنا بتشاركنا برأيها أستاذة سحر من مدينة السادات. ألو أستاذة سحر. ألو، مساء الخير. أهلا أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك. وحضرتك طيبة. أستاذة سحر، ياريت تقول لنا سؤال حلقتنا، حضرتك شايفة أشكال وألوان التشتيت إيه؟ ويعني إيه إنسان مشتت؟ يعني ما عندوش انتباه، ما عندوش تركيز، يعني عدم التشتت دي من عدم الانتباه وعدم التركيز من كتر الضغوط اللي في الحياة. تمام. طب أشكالها وألوانها إيه؟ حضرتك بتشوفي يعني الإنسان اللي هو مش مركز، اللي هو مشتت، ممكن يكون التشتيت ده ألوانه وأشكاله إيه؟ ممكن يبقى في دماغك حاجة أنت عايزة تعمليها، أو شايفة حاجة في باترينا مثلا قدامك، بس أنت في دماغك مين حاجة بتفكري فيها، فعمرك ما هتشوفي حاجة أنت شايفاها دي بتركيز ولا بانتباه، يعني دماغك مشغولة بحاجات كتير قوي. تمام. ده أحسن تفكير، لا بقى دماغي في حاجة واحدة بس علشان أقدر آخد وقت كتير إن أنا أستغل الحاجة، بدل ما أنا شغالة في كام نقطة تاخد وقت كتير ومش لنتيجة. تمام. حياتك لمستي ده في حياتك أو حياة اللي حواليكي، وحسيتي إن فعلا عدم التركيز والتشتيت بيأثر جدا على حياتك أو حياة الناس اللي حواليكي؟ أه طبعا. أنا صعب ببقى مشتتة كتير، يعني عندي اولادي مثلا اكون واقفه في الموقف ولا حاجه، ده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم، فتحس ان دماغك مع مين ولا مع مين مش هتقدري تديله اي نقطه ولا اجابه ملتزمه ولا خطوات سليمه، ثم انت بتفكري مع ده ومع ده ومع ده، لازم انت تخطي خطواتك بتركيز عشان تقدري تاخدي القرار الصح. صحيح. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذة سحر من مدينة السادات، بتشاركنا بالرأي. هنروح من مدينة السادات لإسكندرية ويشاركنا بالرأي أستاذة إيمان. أستاذة إيمان أهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك يا استاذه مرسي. اهلا كل بيك. سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيبه. يا ترى هل التفكك الاسري والمجتمعي نقدر نقول ان هو نتيجه للتشتيت وعدم التركيز في حياتنا؟ اكيد طبعا، لان احنا لو في حوار مع بعضنا ومركزين على امور بعض مش هيحصل التشتيت ده. هناخد بالنا من كل حاجه في حياتنا، كبيره صغيره، هيبقى واخدين بالنا من بعض، فمش هيبقى فيه تشتت. تمام. طيب حياتك لمستي ده في حياتك او حسيتي ان انا لا لازم الحاجه الى واحد، انا لازم اركز في حاجه واحده علشان اقدر ان انا تبقى حياتي تمام وابقى مركزه في حاجه معينه، وفكره انك تاثير التشتيت ده على حياتنا الروحيه حضرتك بتشوفيها ازاي؟ اكيد طبعا، هو لو احنا دايما مرتبطين بالواحد اللي هو ربنا، ودايما في المسبح العائلي في الأسرة، هنبقى دايما مرتبطين بواحد ونكون مركزين على هدفنا اللي هو الوصول للملكوت مع بعضنا مع بعض. تمام. ما بنبقاش متشتتين، كل واحد بيفكر في حاجة وكل واحد مثلا هدفه غير هدف التاني، لكن نكون مركزين بس على حياتنا الروحية مع بعض. جميل قوي. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذة إيمان من الإسكندرية. الحقيقة أراءكم ومشاركتكم بتبقى مهمة جدا وبتزيد حلقتنا قيمة حقيقة، لأني بنتعلم وبنشارك بعض خبرات بعض، ففكرة أن حد يقول لنا تجربته هو عايش الموضوع ده إزاي أو شايف ولمسه إزاي في حياته بالتأكيد بتكون مهمة جدا. ففكرة ان احنا عدم التركيز والتشتيت، خلينا نطلع لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل مع ضيفتنا اللي بتشرفنا وسعداء جدا بوجودها معنا، استاذة سوسن صبري، استاذة المشورة الاسرية وتعديل السلوك. هنتكلم في التشتيت وتأثيره على حياتنا المجتمعية والروحية كمان، لكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، وموضوع حلقتنا عن التشتيت وعدم التركيز وتأثيره على حياتنا المجتمعية وكمان حياتنا الروحية. وبيسعدنا وبيشرفنا جدا يكون معنا النهاردة للحوار والكلام في الموضوع ده أستاذة سوسن صبري، أستاذة المشورة الأسرية وتعديل السلوك. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. منورانا وسعداء جدا بوجودك معنا. ميرسي يا مربت، أنا سعيدة أكتر. ميرسي. أستاذة سوسن، يمكن خلينا في البداية قبل ما نتكلم عن الأسباب والنتائج وحاجات كتير، خلينا نعرف الأول مفهوم التشتيت ايه؟ مين الانسان اللي نقدر نقول عليه الانسان ده مشتت، الانسان ده مش مركز في حياته؟ كلمة تشتيت يعني تفكك. كلمة تشتيت يعني تفكك، يعني حاجة، يعني احنا لو قلنا كده ميرفت حاجة مفكوكة. يعني الروابط اللي بتربط الشيء ده، هذا الشيء ده متفككة من بعضها، يعني تفككت أجزائه، فبالتالي طبعا انهار. وده طبعا ممكن نقوله على شخص، أو نقوله على أسرة، أو نقوله على مؤسسة، وممكن نقوله على المجتمع كله. فطبيعي اتفككت أواصل أو الروابط اللي بتربط الأمر ده، فطبعا حصل تفكك. يعني ده حاجة مفكوكة. تمام. يعني ده شيء متفكك من بعضه، فطبيعي ده يبقى ده اسمه تشتيت. يعني التفكك نتيجة لعدم عدم الترابط. لعدم الترابط. طيب حصل اختلال. صحيح. يعني عارفة حصل اختلال، حصل انهيار، فالأجزاء دي تفككت من بعضها، فده ممكن يمشي على كل حاجة. تمام. بنشوف بيوت جميلة من بره، صور جميلة على الفيسبوك وكلام أجمل، ومن بره تمام قوي، الدنيا حلوة قوي، لكن من جوه البيت خربان الحقيقة، البيت مفهوش ترابط أسري. فيا ترى إيه السبب؟ خلينا نعرف أسباب التفكك الأسري. ميرفت بصي، انت يعني بتتكلمي في حاجه مهمه جدا جدا جدا، لانه الاسره هي اساس المجتمع. صحيح. الاسره هي اللبنه الاساسيه، او هي النبته، او هي البذره الاساسيه لمجتمع، سواء كان المجتمع ده صالح او كان فاسد. فيعني حتى يعني حتى طبيب نفسي قال لي انه في الجلسات النفسيه اول حاجه بيسال فيها الشخص ده هي طفولته. صحيح. لان هي الازمه بتبتدي من الاسره، من الطفوله. هو كمان الشخص
ده لما بيبتدي يحكي بيحكي من طفولته. فالاسره اذا كانت اسره فيها استقامه، يعني في مقوله بتقول ان رقي الامم يستمد من استقامه الاسره. فلو الاسره ديت كانت فعلا اسره صالحه، وإذا ما الكتاب بيقول كده رب الولد في طريقه فمتى شيخ لا يحيد عنه، فإذا كانت الأسرة ديت هي اللي يعني اهتمت بالأمر ده والتصقت فعلا بربنا ورب التربية صحيحة، ده إحنا هنطلع مجتمع عايز أقولك يعني صالح جدا جدا جدا. عايز أقولك يا ميرفت إن كل حاجة في المجتمع بنشوفها قدامنا، كل السلوكيات إيجابية أو سلبية، يعني مثلا سلوكيات سلبية مثلا تحرش أو خيانة أو سرقة أو عدم استقامة كذب، كل ده كمان الإيجابية اللي هي بقى استقامة وصدق وأمانة وكل السلوكيات الإيجابية، كل ده بيت صحيح. يعني كل ده أسرة. عشان كده يعني دايما أقول إنه السنوات الأولى البيئة الداخلية هي أساس كل رقي وكل حضارة. لو الأسرة دي اختلت، لو الأسرة دي ما فيهاش ترابط، لو الأسرة دي ضعيفة، تأكدي أنه هيطلع مجتمع فاسد. عشان كده حتى دايما نقول للمقدم على الزواج، دايما نقول له كده راقب أسرة المنشأ اللي طلع منها الشخص اللي انت هترتبط بيه. لو الأسرة دي متحابة، لو الأسرة دي قريبة من ربنا، لو الأسرة دي فيها احترام وفيها حوار، يعني سلوكياتها إيجابية، انتظر من هذا الزواج أن يكون ناجح، وعلى العكس صحيح. يعني معنى كلام حضرتك التربية بالأخص في أول 5 سنوات دي بتأثر على حياة الإنسان على مدار عمره، بتشكل شخصيته بترسمها وبترسمها. طيب أسرة فيها ما فيهاش ترابط، أسرة فيها تفكك أسري، أسرة الطفل ما بيحسش بالأمان، شايف بابا وماما طول النهار بيتخانقوا، هو الأمان طبعا بيفرق جدا جدا في نفسية وشخصية الطفل. فتأثير التربية إيه على التفكك الأسري أو على الأطفال نفسهم؟ طبعا ليه أكبر الأثر في تكوين شخصية الطفل إلى مدى حياته، يعني دي بتأثر عليه إلى مدى حياته. لأن الأسرة ديت هي حسن الأمان، هي الغطى من شر العالم وظلامه الخارج. فلو الأسرة دي هو ملقاش فيها أمانه، لقى أب وأم دايما في مشاجرات أو دايما في عدم احترام أو فقدان الحوار اللي بينهم، طبيعي ده هيأثر عليه فقدان الثقة بالنفس. من يعني أنا في كل الجلسات اللي بعودها مع أي حد كبير بعرف أن الثقة بالنفس دي جت، عدم الثقة بالنفس والإحساس بالدنيا ولا مستوى، ده جه بسبب التربية. حاجات كتير بقى، يعني دي ممكن ناخدها تباعا بقى في الحلقة. طيب نطلع من النواة المجتمع الأسرة اللي قلنا نواة المجتمع الصغيرة للمجتمع الكبير. برضو التفكك المجتمعي هنقول إيه سببه؟ ليه أحيانا كتير بنلاقي حتى في المجتمع في تفكك؟ طبعا التفكك المجتمعي نتيجة التفكك في الأسرة، ده أكيد. زي ما قلنا رقي الأمم يستمد من استقامة الأسرة، فطبيعي إنه يعني عايز أقولك إن البر يرفع شأن الأمة، عار الشعوب الخطية. فأنا لما يعني أول حاجة من الأسباب أنا ده اللي أنا عايز أوصله، عدم العلاقة الشخصية بربنا، الابتعاد عن العلاقة الشخصية بربنا أو عدم الالتصاق بيه، ما يكونش لي علاقة بيه. فطبيعي يعني في آية كمان بتقول ببركة المستقيمين تعالوا المدينة صحيح. عفوا، وبفم الأشرار تهدم. فليك أنك تتخيلي بقى من أهم أسباب التفكك هي الخطية، لأن عدم الالتصاق بربنا. النفس الشبعانة بتدوس العسل، وأما كل النفس الجائعة كل مر حلو ليها. ففي حاجات كتير قوي قوي بقى جات علينا بسبب الخطية. يعني أنا ممكن أذكر حاجة تبين قد إيه أن الخطية ممكن تدمر الدنيا صحيح. يعني أنا هذكر حاجة من الكتاب المقدس. يعني كان في شعب الله قديما في العهد القديم كان بقيادة يشوع بيحارب بلد كبيرة قوي اسمها أريحة. فانتصروا انتصار ساحق، يعني انتصروا انتصار كبير جدا. فبعد كده بعدها مباشرة المفروض ان هم هيحاربوا بلد، انجاز التعبير نقول قرية، يعني بلد صغيرة جدا اسمها عاي. البلد ديت يشوع قال لهم روحوا يعني شوفوا البلد دي عددها قد ايه، ناخد معانا محاربين قد ايه. فراحوا عدد ينوب عنهم يعني، وراحوا رجعوا قالوا العدد صغير جدا، دي بلد صغيره، ده احنا باقل عدد ممكن نحاربهم ونكسبهم. لكن اللي حصل وكانت المفاجاه والصدمه ليشوع ان هم انهزموا هزيمه فظيعه. فطبعا يشوع اتفاجئ، ليه اتهزمنا؟
فسقط على وجهه وقعد يبكي ويقول لي يا رب حصل كده، ده احنا انتصرنا ببلد كبيرة اسمها أريح. فقال له قوم يا يشوع، ربنا قال له قوم يا يشوع لماذا أنت سقط على وجهك في وسطك حرام، وقال له كده أن أنت لن تتمكن من الثبوت والانتصار أمام أعدائك إلا إذا نزعت الحرام من وسطك. طبعا قعد يدور لقى في شخص اسمه عخان بن كرمي، لأن هو سرق وهو بالنسبة له كانت دي حاجة بسيطة جدا، ده ثوب شناعري وفضة وشوية حاجات ما توقعش ان دي ممكن تصيب الدنيا دي باللعنة. فقال له انت لماذا تكدرنا، ليه عملت كده فينا؟ وطبعا لما ربنا قال يشوع ان مش هتتمكن من الثبوت امام اعدائك الا اذا نزعت الحرام، طبعا طلعه ورجمه هو وكل الحاجات اللي هو سرقها واهله كل حاجه. فانا عايزه اقول لك انه الخطيه اللي احنا بقينا عايشين فيها، الرشاوي يا ميرفت، يعني الرشاوي اللي بقت في المؤسسات وبقت في عايزه اقول لك في مؤسسات كتير في الدوله وفي الاشخاص، خطايا لا تعد، فطبيعي البر يرفع شان الامه وعار الشعوب الخطيه. فبسبب الخطيه حصل ايه بقى؟ حصل أصيبوا باللعنة، وده على فكرة على المستوى الشخصي وعلى مستوى مؤسسة أو شركة صغيرة، ممكن تبقى شركة بيني وبينك، حد فينا خاين الشركة دي هتقع أكيد. صحيح. فالخطية هي سبب كل حاجة، ودي اللي احنا للأسف عايشين فيها دلوقتي. مش بس عخان ابن كرمي، لكن كمان داود نفسه لما غلط وقع في الخطية مع بسجبع، حقيقة شفنا بعد كده حياته، كانت ابنه ابتدى يطرده، شاول الملك ابتدى يطرده، وشفنا الحقيقة برضو كانت مأساة في حياة داود بسبب بالضبط قعد سنين يعاني من الخطية اللي عملها دي. ده حقيقي. طيب تشتيت التفكير، الحقيقة الإنسان لما يكون تفكيره مشتت ممكن ده ينتج عنه إيه لي وكمان للمجتمع نفسه؟ التفكير بيجي من حاجات كتير بتتصدر علينا، كمان من الفراغ. يعني بص يا ميرفت، أنا هنقول مثلا إيه الشيطان لما بيبقى على واحد، يعني بيبقى فيه شيطان، حد بيصلي له وبيخرج الشيطان منه. صحيح. فبيخرج الشيطان دوت، الشيطان ده بيقوله بيجي بعد فترة يروح، ممكن يرجع للشخص ده تاني لو لقاه إيه بقى زي ما الكتاب قال كده مكنوس وجاهز وفاضي. ليه؟ لأن مفيش استبدال. يعني صحيح. مفيش، هو مفيش استبدال لحياة روحية، ما بيروحش الكنيسة، ما بيصليش، فبيرجع بقى مش لوحده كمان، ده معاه سبعة تاني من الشياطين، هو عدد الكمال، يعني بيرجع بسبع شياطين يدخل في هذا الإنسان تاني. القصة دي بتعبر قوي 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 إن لازم التفكير. أنا دلوقتي توبت مثلا، أنا خلاص بقيت قريب من ربنا، بيستبدل تفكيري، بدل ما التفكير ده في حاجة زي كده، في خطية أنا كنت عايش فيها، لازم أستبدله، لازم أملى الفراغ ده، والفراغ ده لا يمكن يتملي إلا بدستورنا وهو كتاب المقدس وربنا طبعا. يعني الخطية الإنسان لما يحس إن هو وقع في مشكلة ما وهو ما كانش عامل لها حسابها خالص، وحاسس إن الدنيا سودت قدامه، دور جواك شوف أنت عملت إيه، شوف صلح المسار اللي أنت ماشي فيه، لأن زي ما حياتك بتقولي الخطية هي نمرة واحد، هي اللي فعلا بتعمل تفكك أسري وبالتالي تفكك كمان في المجتمع. طبعا جدا. جميل. طيب المقارنة والمنافسة، الحقيقة فكرة المقارنة، إنسان دايما يقارن نفسه بغيره، دايما يتنافس على حاجات كتير قوي، هل المقارنة والمنافسة دي برضو ممكن تكون سبب من أسباب التشتيت؟ المقارنة حتى في التربية يا ميرفت، عايزين نقول حتى المقارنة في التربية، يعني صحيح. ممكن في أم تقول لي مثلا، أنا يعني هبتديها من التربية، إن في أم تقول لي أنا بقارن ابني مثلا بابن عمه أو بأخوه أو بصاحبه، وهي تفتكر إن ده عشان تحفزه، لكن هي ما تعرفش ان هي بتحطمه، ما تعرفش ان هي بتدمره. لكن لو المقارنه دي عن طريق الاعجاب، يعني مثلا بص عمه طلع مثلا دكتور او مهندس او فهي بتحفزه، بتقول يعني ان هي بتكون عن طريق الطموح او يعني في طموح مش صحيح. غيره. لكن طبعا المقارنه والمنافسه، يعني المقارنه دي بتعمل غيره على فكره، المقارنة طبعاً. بتعمل غيرة، والغيرة دي بتولد، يعني لما ذكرتي داود فكرتيني لما قلتي المقارنة، بأن داود كان فيه اتنين في حياته، واحد كان حلو قوي 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 بيتمنى له كل الخير والرضا زي يوناثان، وكان يعني لما شاول كان بيطرده كان هو اللي بيروح ينبهه، كان هو اللي بيقف مع ضد باباه مع داود لأنه صاحبه جدا، ده الكتاب قال أنه محبتهم لبعض كمحبة النساء. صحيح. من كتر ما كان بيحبه قوي. تعالي بقى لشاول، بمجرد رغم أن أنت شاول اللي جبته، اللي جبت داود، ورغم ان انت اللي قلت له حارب جليات وهو حارب، وانت انتصرت بسبب داود، لكن بمجرد بس ما لقى الشعب بيهتف ليه،
ابتدى يقارن. طب ما انت الشعب بيحبك، لكن لما لقى المقارنه دي ان الشعب بيهتف لداود اكتر منه ابتدى يغيره وقعد يطرده الوقت كله. فانا عايزه اقول في فرق كبير قوي بين الطموح وبين والمنافسه الشريفه وبين المقارنه. ما انا لما هقارن نفسي اصل كل واحد ليه سمات مختلفه عن التاني وكل واحد ليه قدرات وامكانيات مختلفه. انا ممكن يبقى عندي حاجه مش عندك يا ميرفت وانت ممكن يبقى عندك حاجه مش عندي، فليه اقارن نفسي؟ المنافسه الشريفه هي المظبوطه، لكن المقارنه دي تجيبني على الارض على طول، لان انا ممكن ده بيبقى طفلين توأم وكل واحد ليه سمات مختلفة عن التاني. وعلى فكرة المقارنة دي ضيعت يعني مثلا زي يعقوب وعيسو كانوا بيقارنوا بينهم فدمرت العلاقة بينهم لسنوات طويلة جدا جدا بسبب المقارنة وبسبب الغيرة. حضرتك لما كنت بتتكلمي عن شاول وداود دلوقتي فعلا لو تأملنا في حياتهم في حياة شاول هتلاقي الخطية هي شاول كان ابتدى حلو قوي. أيوة. وكان جميل وكان ماشي في طريق ربنا، لكن الخطية هي اللي بعدته عن ربنا. وشفنا لما كان الروح القدس بيسيبه بسبب بعده عن ربنا وبسبب الخطية. طب خلينا نروح للسلطة الرابعة، الإعلام. حقيقة الإعلام وكتير مننا عارف يعني إيه سلطة رابعة وليه الإعلام بكل وسائله المرئية والمسموعة والمكتوبة قد إيه بتأثر على تفكير وعلى سلوك الإنسان. فهل للإعلام دور برضو في عدم التركيز والتشتيت الإنسان؟ بكل تأكيد يا ميرفت، لأنه أول حاجة أنا همسكها كده نقطة نقطة في الإعلام. أولا إحنا عندنا مدخلات كتير بتدخل في حياتنا، إحنا في 50,000 قناة موجودة بتصدر لنا أفكار ومعلومات كتيرة جدا جدا جدا، وكل واحد من أنا ما بتكلمش هما بيقولوا إيه صح ولا غلط، لكن أنا بتكلم إن كل حتى قناة من دول ليها موجهة، هي موجهة وليها أجندة معينة. صحيح. فأنا دلوقتي مش مزخر فيها جميع كنوز المعرفة والعلم، الجملة دي قالت على الرب يسوع لوحده، أنا مش مزخر فيا جميع كنوز المعرفة والعلم والحكمة اللي أفهم بيها وأعرف اللي مش عارفة أميز بين الصح والغلط وبين اللي بيتقال. يعني عندك مثلا لو في قضية معينة بتتناقش أو موضوع كده ترند وكده بتلاقي كل وكم بقى الأكاذيب الجبارة، كم الأكاذيب الجبارة اللي بتتقال من معظم القنوات، لأنه كل قناة موجهة لشيء معين. فطبعا أنا كده داخل عليا إيه المدخلات اللي داخل عليا، فطبعا كتير، وده على المستوى الشخصي. يعني لو إحنا مثلا 3-4 في البيت كل واحد ماشي مع قناة معينة إعلام معين مصدقها، فطبيعي في تشتت حتى في الأسرة. فطبعا القنوات دي، لكن طبعا في قنوات موجهة توجيه، يعني مثلا زي سي تي في، ما هي دي موجهة توجيه، ليها أجندة وليها توجيه، بس إيه توجهاتها؟ إيه المدخلات اللي داخلة عليا؟ توصيل الناس للمسيح، توصيل الناس للملكوت، للأبدية. فطبعا الإعلام والمضمون اللي فيه أنا مش واثق فيه، أنا مش مطلوب مني إن أنا أعرف أميز، فأنا مش مفروض أشوف كل القنوات دي. أنا عندي إعلام السماء، إعلام السماء، أنا عندي تلفزيون السماء وهو الكتاب المقدس. هو يعني أنا هقول لك حاجة، مثلا الزلازل اللي بتحصل الفترة ديت بنسمع عنها، الغلاء، الأوبئة، احنا لما بنسمع الاعلام بنتوتر وبنتعب. ليه؟ لان هم ليهم اراء غير اراء الكتاب خالص. الكتاب فهمنا ده ليه بيحصل وده هيحصل في اواخر الايام، فنبقى مطمنين ونبقى مبسوطين ونبقى مش قلقانين، مطمنين ليه معانا الدستور. العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. بالظبط. لكن هو في نفس الوقت قال سلاما اعطيكم، سلامي، قال كمان سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا. لا تضطرب قلوبكم ولا تفهم ولا تحزن. لكن لما نبقى ده دستورنا وده اللي بنقراه هنبقى مطمنين وهنبقى مبسوطين. فالإعلام طبعا ساعد في تفكك كتير، آراء متضاربة، آراء كاذبة كتير، أفكار ومعلومات بتدخل عليا بشكل أنا مش فاهمه. فطبعا ده عمل تفكك طبعا كتير. نتائج التفكك إيه اللي ممكن يحصل نتيجة تفكك أيا كان، تفكك في الأسرة أو تفكك في المجتمع؟ نتائج كتير طبعا. يعني طبيعي التفكك، يعني انا هقع في خطيه، انا هبقى مش مترابط، هيبقى عدم ترابط مع اسرتي، مع العيله، مع يعني في نتائج كتير، واولها طبعا هي الخطيه. اولها او انا بعتبر ان نتائج الخطيه اول حاجه هي نتائج التفكك، هي اول حاجه الخطيه، حاجز بيني وبين ربنا. بالضبط. فقدان الحوار، يعني ده ما هو التفكك، يعني ما فيش حوار بيننا وبين بعض، فقدان التفاهم،
ده حتى على مستوى الزواج، الزوجين أصبح كل واحد ليه حياته الخاصة، ليه العالم بتاعه، دي النتائج بتاعته، ما بقاش فيه الدفء اللي كان في الأسرة الواحدة أو حتى في الأكتر من كده، في الأوسع من كده. يعني حقيقة الآباء ليهم قول جميل قوي، بيقولوا إن أنت مش هتقدر تدخل السماء أو دخولك للسماء مش صدفة، إن ما كنتش مركز وغير مشتت وعينك على السماء أنت مش هتدخل غير لو أنت اللي كنت مركز في السماء. وبالتالي طبعا إحنا ممكن نكون السبب في كعيلة كاملة تدخل السماء، لأن الأب والأم مركزين على السماء بالتأكيد ولادهم كمان هيدخلوا السماء، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. فخطورة التشتيت وخطورة عدم التركيز في الحياة الروحية ممكن نقول إيه؟ أنا هقولك على يعني أنا وإنت بتتكلمي في الحكاية دي افتكرت أسرة معينة ابتدى الزوج فيها، هو كان زوج حلو قوي بيروح الكنيسة وحلو خالص، لما اتجوز ابتدى ياخد زوجته كمان معاه الكنيسة وابتدوا يعملوا مسبح عائلي في البيت ويصلوا، ابتدى شوية كده بقى ياخد أخوه وزوجته، شوية بقى ياخد حماته. فعايزة أقولك أنه التركيز في حتة أن احنا نبقى قريبين من ربنا هي كل هي هدف أهداف العمر فعلا. فيعني لوط مثلا لانه ما كانش مترابط كمان مع مراته، رغم ان ربنا انقذهم وخرجهم من سدوم وعموره قبل ما يهلكوا، لكن عشان ما كانوش مترابطين وافكارهم واحده بصوا وراهم وهي هلكت زي ما احنا عارفين. فطبعا لا، الحياه الروحيه في الاسره دي مهمه جدا. انبا كراس ربنا يناح نفسه قال كده انه في مسبحين بنعيش فيهم، المسبح اللي في الكنيسه والمسبح اللي في البيت، ولو ما عملناش المسبح اللي في البيت احنا مش هنقدر ننجح حتى في المسبح اللي في الكنيسه حتى لو بنروح كل يوم. صحيح. الحياه الروحيه، الصلاة مع بعض، إن يبقى فيه مسبح عائلة. عارفة ليه كمان يا ميرفت؟ لأنه إحنا لما يبقى فيه صلوات في البيت إحنا دايماً حتى نقول كده للي متجوزين بنعمل يعني زي في مثلث كده، ربنا فوق وهنا الزوج وهنا الزوجة، كل ما بيقربوا من ربنا هم برضو بيقربوا من بعض. صحيح. فليه بقى؟ لأنه إحنا وقعنا في مشكلة بنحطها قدام ربنا، في أمر إحنا مش قادرين نحله بنحطه قدام ربنا، محتاجين مادياً، محتاجين شفاء، كل الأمور دي بنحطها قدام ربنا. وعلى فكرة ده لو الأولاد أولادنا من طفولتهم لقوا أب وأم مصليين، دي القدوة بقى. صحيح. هم على فكرة التربية مش صعبة، يعني دي يمكن حتة مش في الحوار، لكن التربية مش صعبة، لأن التربية حياة وسلوك. صحيح. وولادنا بيطلعوا زي ما إحنا عايشين مش زي ما إحنا عايزين، دي جملة دايما أقولها. صحيح. فالحياة الروحية في البيت طبعا مهمة جدا جدا، وشفناه أيام كورونا الحقيقة، يعني من أجمل الحاجات ومن أكتر المكتسبات اللي كانت حلوة المذبح العائلي. أيوة بالزبط. شفنا أسر كتيرة قوي ما كانش عندها وقت تقف الأب والأم مع الأولاد يصلوا، شفنا قد إيه كانت حتى اتحرمنا من الكنيسة، صحيح أسبوع الألام ما رحناش الكنيسة، لكن كان كل واحد في بيته في أسبوع الألام في كنيسة جوه بيته. بالزبط. فدي طبعا يمكن نظرتنا احنا للامور بتختلف، كل الاختلاف كلنا كنا متضايقين، يعني ايه كورونا، يعني ايه كنيسه تتقفل، يعني ايه، لكن الحقيقه لقينا في حاجات جميله. خلينا نرجع تاني للترابط، الترابط وعدم التفكك. ليه زمان كان في ترابط بين الاسر اكتر؟ يعني كان في زيارات وكان في موده وكان في زي ما قلت يمكن في المقدمه كان الطبيعي ان احنا نزور بعض كاخوات، الطبيعي ان يكون في يوم عيله قاعدين عند بابا ورايحين لتيتا وجده. دلوقتي لما نلاقي حد عامل كده يقول ايه ده، برافو، انتوا قادرين تعملوا الموضوع ده ازاي؟ فلو هنسال ونعرف ايه الفرق بين الترابط قديما والترابط دلوقتي. الترابط قديما ده انت فكرتيني انت عارفه يا ميرفت، البيوت بتاعتنا كانت زمان ضيقه، كانت ضيقه لكن كانت واسعه. انا عايزه اقول لك انا كنت ناخد تليفون بس من استاذه يسرى وقبل ما نجاوب على السؤال. استاذه يسرى، استاذ يحيى من القاهره. الو، اهلا بحضرتك، مساء النور، اتفضل. كل سنه طيبين. وحضرتك طيب؟ عايز اسال بس الاستاذه سوسن عن سؤال كده. اتفضل. هو لو واحد غلط في العيله او كده يعني غلطه كبيره، هل ربنا بيعاقب العيله كلها؟ تمام، سؤال جميل. في حاجه تاني، سؤال تاني. اتفضل. في واحد، في زوج وزوجه في الاسره عندنا يعني ما بيساعدهاش خالص وفي حاله كده، ولا يعني يجيب هدية للمدام أو يجيب هدية للأولاد أو يخرج حتى يروح يزور حد ما بيزورش
ولا حد بيزوره زي ما معزل. يعني هو ما بيساعدش لا ده ما بيساعدش مراته. ان هو يعني زمان كان والده قاسي شوية عليه. هل ده منطبع عليه لما كبر؟ ما الواحد بيتعلم من الحياة نفسها يعني. تمام. ممكن الواحد يتغير بس ده مش ما تغيرش تقريبا. تمام. أنا بشكرك جدا. السؤال الأول، لو واحد غلط ربنا هيعاقب كمان باقي الأسرة عشان هو غلط؟ هو ممكن يعاقب باقي الأسرة لو هو استمر في خطيته. لكن هو لو تاب بكل تأكيد مش هيعاقب بقية الأسرة لأن هم مش ذنبهم. لكن لو هو استمر في دي نقطة. كأني قرصت ودني كأني بيفوقوا يعني. بس في حاجة برضه مربت عشان يعني كده الله هيبقى في ناس هتتهمه بالظلم أو بأنه طب هم ذنبهم إيه. هو الأكتر من الإجابة الأولى ودي الإجابة الصحيحة أكتر، إن هم لو مشيوا على نفس الطريقة بتاعته هيتعاقبوا. ده بكل تأكيد. إنما هم لو ما مشوش على نفس طريقته وهم كانوا ماشيين في استقامة غير يعني ما اكتسبوش الغلط دوت من باباهم ومن التربية دي، بكل تأكيد طبعا مش هيتعاقبوا. طب ما الناس تانية عايز أقوله ما تخافش يعني. في ناس تانية تقول طب ما لوط أهو ربنا عاقب مراته لكن ما عاقبوش هو وبناته. ما هي كده، ما هو عشان لوط تاب يعني لوط تاب لكن بناته هم اللي عملوا الغلط، فهما لازم هما اللي يتعاقبوا. يعني هو تاب خلاص وربنا انقذه. فاهمه؟ لكن مش شرط انه لا الاولاد يتعاقبوا طبعا. ما بياخدش ربنا بخطيئه ابويا. استاذ يحيى سال سؤال تاني. بيقول الانسان لو هو اتربى على الجفاء والطريقه الناشفه وكده، فلما اتجوز برضو بنفس الطريقه، فهل الانسان فعلا هيفضل كده طول حياته ولا ممكن يتغير؟ لا هو يقدر ان هو ما يبقاش كده. هو طبعا بصي، هو الطبيعي ان هو زي ما اتربى بيبقى على فكرة بيبقى، لأنه هو الإناء الفارغ لا يفيض. وعلى فكرة التربية زي ما احنا قلنا هي أساسي، والتربية قدوة، فهو خد القدوة دي من بابا. لكن الإنسان الحكيم، الإنسان اللي عايز يعيش بشكل أفضل، بلاش يعني أنا بلاقي زوجة مثلا تقول لي أنا لأن أنا طبعا في المشورة وكده كتير بتجيلي قصص كتير، فتقول لي هو بيضربني، هو مش بيحترمني، هو بيحرمني، هو حاجات كتير عشان بابا كان كده مع مامته. فطبيعي أنت اكتسبت دوت وخدته، بس أنت ممكن تشتغل على نفسك. زي ما هو قال الأستاذ يحيى. زي ما هو قال إنه ممكن جدا إنه يشتغل على نفسه، ممكن ما يبقاش كده. هو بصفة عامة إن كل شخص بيطلع لأهله لأنه هو اكتسب ده منهم، لكن في استثناءات إن في حد بيشتغل على نفسه وبيبقى ناجح جدا جدا غير بابا، بيبقى شخص محترم جدا. نروح للحقيقة معجزة السيد المسيح عملها، معجزة المفلوج. المفلوج وشفنا قد إيه ترابط الأصدقاء ومحبتهم ليه وإيمانهم. دخلوا لقوا الدنيا زحمة، إحنا مش هنمشي، ناس غيرهم كان مشوا وروحوا البيت وخلاص محدش هيلوم عليهم، لكن هم فكروا بره الصندوق وطلعوا ونقبوا السقف. فخلينا نتكلم عن المعجزة دي ونتعلم منها أكتر. المعجزة دي من أروع المعجزات اللي ممكن أتكلم عنها أو اللي ممكن أتأمل فيها. الرب يسوع لما كان بيشفي أي حد كان بيوجه له هو الكلام الأول، يعني أنت أتريد أن تبرأ؟ طب أنت عايز إيه؟ كان بيسأله كده، أنت يعني كان بيتكلم معاه، هو بيوجه له هو الكلام. أنت ليك أنك تتخيلي يا ميرفت أربع أصدقاء، يعني أربع دماغة، يعني أربع أفكار مختلفة عن بعض. إزاي أنتوا كان بينكم الترابط ده؟ إن أنتوا الأربعة كان ممكن جدا الخطة تختلف من واحد للتاني، يعني هم عملوا خطة معينة إن إحنا هننقب السقف، كان ممكن اتنين يوافقوا واتنين لأ. إن هم لقوا زحمة فكان ممكن يقولوا لأ مش هينفع إن إحنا ندخل دي زحمة، كمان البيت مش بتاعهم، أنتوا إزاي يعني بتنقبوا السقف؟ إيمانهم كان واحد، إن هم الأربعة عندهم إيمان إن لما هيعملوا كده صاحبنا دوت هيخف. أنتوا إزاي عندكم الإيمان ده؟ واضح جدا إنه النبع اللي هم كانوا بياخدوا منه واحد، واضح جدا إن التربية كانت واحدة، واضح جدا من الـ الترابط اللي كان بينهم ده وإيمانهم الشديد إن صاحبهم ده يخف عن طريق إن إحنا هنروح ونعمل كده، واضح جدا كانوا ممكن جدا يكونوا كانوا بيتبعوا الرب يسوع، كانوا بيسمعوا بيشوفوا معجزاته. فكمان حتة بقى إن هم بينقبوا دي حاجة مش سهلة خالص، البيت مش بتاعنا. وبعدين يطلعوا فوق، وبعدين السقف زي ما إحنا بنشوفه في الصور كده كأنه حتة حاجة كده ورقة كده وينزلوا. التوازن كمان، يعني التوازن بتاعهم إن هم الأربعة شايلينه من 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 أربع جهات وبينزلوه. إيمانهم بإن هو هيخف عن طريق الأمر ده
لا الامر. وبعدين كمان المسيح قال لهم ايه؟ بسبب ايمانكم. صحيح. بسبب ايمانكم انا هشفيه. ودي كانت الحاجه الغريبه ان هو ملوش اي كانه ملوش اي علاقه بالشخص ده، والمعجزه دي حصلت عن طريق الاربعه دول. لا والترابط كمان ان هم حتى ما اتكلموش كلمه، ما اتذكرش في الكتاب، كاني زي مرسى، زي مرسى كده. العذر مريض، هي ما بتقولش اي حل. العذراء مريم في عرس قنا الجليل ليس لديهم خمر، فاللي هو احنا بنقدم المشكله وتصرف انت يا رب. هم حتى ما اتكلموش، هم جابوه وحطوه قدام. بالظبط. هو كمان شاف الترابط في المحبه، محبتهم لبعض ومحبتهم ليه. فده اساسي قوي. انا عايزه اقول حاجه بس كده مهمه جدا سريعا. يعني سريعا، انه احنا هنقدر نعمل كل اللي احنا قلناه ده يا ميرفت لما نكون قريبين من ربنا. يعني كالشجره المغروسه عند مجاري المياه لتعطي ثمرها في وقته واوراقها لا تذبل، وكل ما يصنعه ينجح. لما هنكون قريبين من ربنا هنكون كده زي يوسف، فكان الرب مع يوسف فكان رجل النجاح. غير كده التفكك هيستمر وهنبقى في انهيارات. ازاي افضي دماغي من التشتيت؟ ازاي افضي دماغي من هموم العالم، من ده قال كلمه، ده عمل حاجه، ده غلط فيا، ده كذا ده كذا. وفكره ان انا افضي دماغي من حاجات كتير بتشغلني عن ربنا، اعملها ازاي؟ مش هعرف افضي دماغي الا اذا زي ما قلنا القصه بتاعت الشيطان لما يسيب شخص ويرجع له تاني لو لقاه فاضي. الاستبدال، ان احنا نستبدلها بالمسيح. لما مش هعرف افضي دماغي من تشتيتات العالم، مليان اصوات يا ميرفت من كل ناحيه، من اعلام، من ناس. الحياه بقت زحمه جدا جدا، مش بس زحمه ناس او زحمه مواصلات، زحمه حاجات كتير. يعني حاجات كتير جدا جدا بقت زحمه. فمش هعرف افضي ده غير اذا استبدلته، وربنا لوحده هو اللي يقدر يملا الفراغ ده. انا النهارده مصممه على ان مفيش حاجه هتحل كل الازمات الا الالتصاق بربنا. هفضي دماغي، هحط بداله حاجه تاني، هي الحاجه دي هي الالتصاق بربنا. ما اروحش احط بداله اي حاجه تشغلني طبعاً اكتر وتبعدني اكتر. طبعا صلاه، تسبيح، قداس، يعني هو ده. خلينا نبلور الكلام الجميل ده ونطلع بروشتة روحيه في الاخر. نقول ايه النهارده واحنا طبعا داخلين على اسبوع الالام، واقدس هولي ويك، اقدس اسبوع الام، اقدس اسبوع في السنه كلها، وكل يوم يمكن فيه هو اقدس يوم في السنه كلها. فاحنا داخلين على الفتره دي ازاي برضو نعيش الحياه التركيز، وإزاي نعيش حياة الترابط، ترابط بقى في الكنيسة، ترابط كخدام، ترابط أسري روحي جميل، نعمل إيه؟ أسبوع الألام أنا بعتبره أو 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 الصيام أصلاً بتاع الفداء. يعني أنا بعتبر إن الصيام دوت كان فيه حد جميل قوي، راهب، كان يقول لنا إنه ده أحلى وقت للتوبة، هو لأن هو ده وقت الفداء، هو ده الوقت اللي المسيح شال خطيتنا في هذا الوقت. فهو ده اللي احنا نعمله في الوقت ده، الترابط، ان احنا نتجمع كعيلة، نروح القداسات في الوقت ده، المسبح العائلي بقى، المسبح العائلي، ان احنا نصلي، ان احنا نعيش الألام، احنا نشوف ألام المسيح دي ونعرف ان هي كلها دي كانت لأجلي في الوقت ده. هقدر على فكرة ان انا ما اعملش الخطية، هقدر، لان كل ده اتعمل عشاني. فبالتالي انا هقدر ان انا اعمل الترابط دوت في العيله، هعيش، انا اعيش كل يوم، اروح الكنيسه، حتى بلاش حتى اروح الكنيسه كل يوم، حتى لو هروح كل كام يوم، بس اعيشها في البيت مع اولادي. صحيح. واذا كان الصوم الكبير هو خزين السنه، ايوه، فلو ما لحقناش نخزن في من اول الصوم، على الاقل نخزن في الاسبوعين اللي جايين. بالظبط. انا بشكر حياتي جدا، والحقيقه الوقت الجميل دايما بيمر بسرعه. شكرا جزيلا لضيفتنا اللي شرفتنا ونورتنا، استاذه سوسن صبري، استاذه المشوره الاسريه وتعديل السلوك. شكرا جزيلا لحضرتك. كل سنه وحياتك طيبه. انتي طيبه. الشكر موصول لحضراتكم، ونشوفكم في حلقه جديده قبل الميعاد بساعه يوم الجمعه اللي جايه، قبل الميعاد بساعه، وبرنامجكم ربنا موجود، وتصبحوا الف خير.